اليوم نروح لولاية ديجل لنقف على مشروع ضخم يتعلق بإنشاء مركز جامعي أو قطر جامعي جديد بالولاية نتاع ديجل، ونشاهد أنه القطب هذا يعني يعتبر واحد من أكبر يعني المراكز الجامعية في الجزائر، باقية كذلك يعني الأشغال باقية بطيئة جدا بعد ما قطع شواط مهمة في عملية البناء تاعو، لكن الأشغال الآن راهي حابسة. إن شاء الله السلطات في ولاية ديجل تأخذ بعين الاعتبار المشاريع يعني الكثيرة، ماشي غير في ديجل، في كل ولاية الوطن اللي راهي متعطلة لأسباب مختلفة. على أي حال نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.